رمضان كريم علينا وعليكم مشاهدين الكرام، واهلا ومرحبا بكم ببرنامج تنور الحدباء. طبعا كما عودناكم في برنامجنا الرمضاني على انه نقدم لكم اطباق مميزه لشهر رمضان المبارك. طبعا هذا الشيء يعود بفضل شيفنا المميز شيف محمد. اهلا وسهلا بك شيف. اهلا وسهلا بك. رمضان كريم ان شاء الله. عليك وعليك ان شاء الله. شلونك اليوم؟ فضل من الله الحمد لله. الحمد لله. مستعدين للطبق اليوم؟ ان شاء الله. تعب رمضان شلونه؟ يعني الحمد لله. طبعا قبل ما نقلم على الطبق لهذا اليوم ناخذ فاصل ونرجع له ان شاء الله. سلام مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. طبعا اكيد هسه كلكم متحمسين حتى تعرفون شنو هو طبقنا لهذا اليوم. شوف نقلم شنو طبقنا اليوم. طبقنا اليوم راح نشرح تبسي بالاجنحه. تمام. ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج البتيتا والبصل والطماطه والباذنجان والتوابل. التوابل باربيكا والكاري. تمام. هسه بايش راح نبلش؟ راح نبلش بالبصل. كيف الاثنين كلنا راح نبلش بيه؟ نبلش بالبصل؟ يلا. كم وحده يحتاج؟ ثلاثة. بطاطا ثلاثة فلفل أربعة فلفل. التقطيع مال البصل يعني عادي مو ال يعني شكل هي مختارون. ايه ايه. تمام. بس أهم شيء يكون شوية خفيفة يعني. بطاطا همين؟ ايه بطيطة همين. يعني حسب ما أعرف إنه البطاطا هي أكثر شيء تكون بها. ايه نعم. البطيطة والباذنجان هماتين. انا حط لك هي حتى قبل. يلا اوكي. يعني ترمين انت مثلا؟ اي عادي. باذنجان بعد تحتاج؟ اي نعم. اي ما انت هسه قلت شو باذنجان اكثر؟ لا يعني تحتاج بعد. لان راح نعمل تقريبا كميه كبيره. اي والله. يعني تعرفين صار عندنا خطار مفاجئ. لازم نكمل. اللي ما يفضل يعني الفليفة تكون بكمية أكثر يطيق يقلل من عنده. كيف هي مو شرط إجباري. هي بيها طريقتين، اكو سلق يعني كل اللي بوها بالماء المعجون. انا اشتغلت الخضروات يعني كلها؟ ايه الخضروات يشتغلوها سلق يخبطوها يشتغلوها بالجدر. احنا حنشتغلها تبسي. يعني بدون سلق. ايه تقلاها. حتى البطاطا هي مختارون الشكل اللي يناسبها. الشكل لازم حلقات. لازم؟ ايه. هذيك اللوخه قلت لك عليها يسووها مكعبات. ما السلق؟ ما السلق. يعني هسه بس ينقلون شويه ما وتخليهم. ايه. تقريبا ذكرتني بالمقلوبي. اها. نفس الطريقه. حتى ما تكون ما اخذها. نفسها يعني. ايه نفسها بس يصير عندنا هاي حصير مرقه ذيك. تمام. من واحد. اعطيني البتيتا وينها؟ تحتاج بعد؟ اي بعد. ترى انت قلت لي البتيتا لازم تصير اكثر من عندهم مو صحيح؟ اي تمام. ايه. الاجنحه يعني خلوهم لو لا الاجنحه هسه حصعدها على النار
بس اسم يعني، بس عمود اشيل الزفره من عندها واطفيها، بعدين تستوي ويا ويا التبسي. اه تمام. لما تلحق هذا راح يصير نص ستار تقلاه. والدجاج تقريبا هم بس شويه كذا انسلقت يعني، وكل شويه تقل من وقت الانسلاق. بعدين ننسى بالتبسي كله راح يصير. يعني ما ياخذون وقت اطول. لا. وانا عمود هم استفاد من عند المي. المي مال الدجاج؟ المي مال الدجاج. هو شيف يعني اذا بينسلق الدجاج ما المفروض شويه سلقتين هكذا بعدين يفرغون المي لو يضل؟ لا لا بس شيل الزفره من عندها. ما عندنا اي مشكله بيها. الباذنجان هم على نفس الطريقه يتقطع؟ ايه. تمام هسه نخليه شوي عنا ونكمل الباذنجان. على نفس شكل البطاطا؟ اي نعم. تحتاج بعد باذنجان؟ اكيد. قلت لك اليوم عازمين انا. طبعا. بعد؟ هاني؟ بعد؟ ايه. يعني هذا الطبق يصير اللي عنده عزيمي اللي كل احد كان جاء عنده ما شيء يطيق يعمله. وها على فكره يعني يصير بمكان الدجاج الاجنحه. يصير دجاج كامل ويصير عندك لحم افخاذ افخاذ هم يصير. بس اهم شيء تعتمد على السلق يعني صحتك بس اشيل الزفره حلول عدة طرق تقدر تعملوها. يعني شغله عاديه ما يلتزمون مثلا على اجنحه. لا 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 لحم دجاج حتى لحم مفروم حتى ما تحتارون وي شلون مين نجيب اجنحه. لا 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 عادي طبيعي شكو بالبيت سوي. بس اهم شيء الخضار موجود. بس مجرد يعني اللي ياخذ وقت اطول منهم حتى يحضروه وقلي الباذنجان واذا كان عندهم فد وجبه كبيره او طبق كبير. ايه بس اهم شيء التقلاه. هذا الباذنجان كمل بخامه بخامه طماطه طماطه جبنا معهم اربع حبات يا ابا قلت لك عندنا عازمين عازم يعني ايش قد تحتاج؟ يعني نحتاج ان بعد دوخ الكميات اللي تحتاجها معك لازم نظري او شيء احطه بعدين ارجع اخليه نظري كله نظري شغلي كله نظري يعني ما اقول لك هالقد وهالقد وهالقدر يعني ست البيت تطيق تغشع الكميه اللي تحتاجها وتضيف بعد آه. تحتاجه طيب يعني راح نحتاج طماطه بعد؟ لا راح نحتاج وقت من الصفطه بالتبسي راح يبقى مكان فراغات راح نحتاج طماطه تمام اوكي هسه نضاف لاخر شيء المعدنوس ورا ما ينشوي بس يعني مو هسه لا بس هسه الحين نكمل التقلام مالتها اوكي ناخذ فاصل ونرجع على راحتك عم نكمل الاجنحه مالتي تمام يمكن ناخذ فاصل وان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل قصير وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير طبعا خلينا المواد قصقصناهم هسه ايه راح نكمل راح نقلب بس خلينا نشوف الاجنحه الاجنحه كملت بس ما قلنا خلينا نوم بصره وملح بس شلنا الزفره تمام بس خلينا نوم بصره وبعد وملح ما شوفناكم اياها ما يخالف راح نطفي هسه ايش بقى عندنا يلا اول شيء بديت البصل هالفلفل والبصل سوا الفلفل والبصل تمام
مثل ما ذكرت لنا يعني ما يخلوها فترة طويلة بس مجرد انه يذبلون شوي خضروات. اوكي. تمام. بين ما يقلي الثانية راح نحتاج المصفي عامل صفية من الزيت. تمام يعني ما كثير تخليهم. لا لا. يعني البطاطا والباذنجان هاي كلها مسواها شكل يعني لا لا يعني بس بحاجة. مجرد ان نفس الوقت ايه نفس الوقت نص استاول يعني نص استاول الاخر راح يصير بالصلصه بالتبسي يعني نص الوقت خليه ونص الوقت أه. اقلب انا شيف يعني تكمل اذا عندك شيء تقلب لا تحترقين وين تدبري؟ قلت لك اقوى شيء عندك اقوى اكله سويتيها بغسلك. لا شيف والله تعلمته من عندك اطباق كثيره. لا مو نظامك يختلف يعني انت تصوير واعلام وهذه المواضيع فما عندك مجال. بس عادي هم اتعلم يعني كم طبخه ان شاء الله. يجي يوم يجي يوم اطبخ لكم طبخه ان شاء الله. بيض طماطم مثلا؟ طماطم انا احضر لك اياها. لا مقلوبي. وماكو شيء. تمام طبعا ما خليناها فتره طويله بس مجرد انه شوي تذبل. وعمود شنو بالصلصه لا تضيع يعني. يعني تطلع ملون الطبق. تمام. بينما نخلي بوتيته راح يصفى البصل والفلفل. اوكي. يعني هو الشيء بعد شيء، أول شيء يبدون بالفلفل والبصل وبعدها البطاطا. وما أقدر أخليها يعني هي وحارة الزيت. لاحظتي؟ زين شوف الطماطم هم نخليها لا الطماطم ما تتقلى. تذكرت معلومه كان قلت انها هي الباذنجان لازم يكون اول شيء لان الزيت يسود. اها. الباذنجان اخر شيء. ايه هو اخر شيء على حتى الزيت لا يسود. اخزن اتذكر. انت بس تخزني بس ماكو فعل، شو تسوي بالخزن؟ لا لا ان شاء الله عملكم ان شاء الله. يلا خير ان شاء الله. بس لازم شنو نحضر البلانكو مالنا. طيب خليه هون. لا الطماطم خليها مكان ما راح احتاج هسه. بس البوتيتا. ايه نحضر البلانكو مالنا. جبنا البلانكو. اوكي. نسينا شغله طين ثوم. كم وحده؟ ايش شنو؟ كم وحده؟ صار بس طين ثوم. كيفك؟ حسب الكمية اللي تحتاجها. اها. مو احنا قلت لك اليوم عندنا الدبسي مالنا هواي. راح نرشها. اللي يفضلكم او اللي ما يفضل يخلي الكمية اللي هو تناسبه وهو يفضلها. اوكي. يعني هاي تكون كطبقة أولى ال إيه البصل وهاي. بس نحتاج؟ نحتاج دبيحة.
طبعا خليناها فتره قليله بس مجرد انه الزناخه ما تطغى. ايه. وضفنا ملح ونوم بصره. ضفنا الملح والنوم بصره. راح صفيتي انت؟ صفت؟ يلا. تعبي نفسك شوي؟ ما هي حاغه. شنو؟ حاغه جي. يلا. هاكد؟ ايه هاي. معدل عم. ام بيت. ما بدي والله. ايه. نوزعها. شوفي وزعناها. شوفي عيني نص استاو تقريبا. عم تقاوم عندنا بالصلصه. ليش تمرض؟ ف... لا يعني ما يخلوها فترة طويلة؟ لا فاحنا شو نريد؟ دائما نكمل التقلاه مالتها هي والباذنجان. تمام بعد كيفك انت؟ ناخذ فاصل لبين ما تسليهم؟ على راحتك. تمام لكن ناخذ فاصل شادي الكرام ناخذ فاصل قصير لبين ما نكمل قلي البطاطا والباذنجان ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. طبعا قلينا البطاطا والباذنجان هسه راح نكمل تصفيه مالتها. يعني هاي البطاطا ثالث طبقه تصير. نعم طبقة واحدة تصير ما يخلوهم مثلا طبقتين بطاطا؟ لا لا لازم طبقة واحدة. احنا ليش صعب على المشاهد يعني ليش نقول لازم؟ يعني مو فد شغله يعني واحد يعني حتى لو سويت يعني صارت بتاعتها اثنين ما يصير؟ يعني تعتبر انه طبقتين تصير؟ طبقتين اي تصير طبقتين اي حسب الكمية اللي هو يعني اللي مقليها. احنا اهم شيء ما نصعب الامور على المشاهد صح لو لا؟ تمام ليش؟ وليش اسالك؟ لان كل سؤال ببالي ما ينحل تحليه هو. اكيد. عاشت ايدك. شوف هنا صاعد صاعد ونازل. عبين شنو؟ الاجنحه. مسافات بين الاجنحه. الاجنحه مالتها. فايش راح نسوي؟ ليش نعالجها؟ بالبطاطا؟ نعالجها بالبطاطا. هي بالتالي راح تصير كلها سوا يعني راح نضيف بعد عندنا باذنجان راح اضيف شغله همينه ما سويناها اللي هي الشجر الشجر هم تخلي اوكي تمام راح يقول ما قلى الشجر يتقلى عادي هم من اذا يحب واللي يحب يخلينه هاك تمام ايه. بس هيك احسن ليش؟ لان الشجر شوي خفيف فبال بالسلق مالته بالصلصه راح يمرد ما راح يبين عندي. تمام يعني هي حالتين طريقتين تكون يقلوها وتكون خلوها. شوفي راح نرش كاري عليها على البوتيته. تمام. يعني يصير بيها طعم شويه. والمخرج قال لي عيد بهارات زايد كثرت البهارات. اسمع المخرج يعجبه بهارات انا ما اغيب بهارات اشياء على انتش كافي صار كم حلقه تاكلين كلها براحتك بكيفك يلا بعد نخلي شوي كلها كانت على رايي
اوكي. شو بقى عندنا؟ عندنا باذنجان. خليت كاري وبابريكا تمام؟ ايه. التوابل طلعت لكن اذا تدخلها بالفرن هاي شو راح تطلع؟ راح تطلع تبسي. يعني ما تقلب غير شيء؟ لا لا تبسي طاطا يعني مثل شنو ايش راح يصير مثلا؟ تقلب غير تبسي. جناح محشي يا هو فعلا بعد حتى المسميات مال الاكل كل ما يسميه بكيفه يعني عندك المقبلات ايه. الباذنجانيه واحد يقول زات روسيه واحد يقول زات باذنجان يعني هي بها عده اسماء لو لا كل من بكيفه كلمه الكيفه يعني هو كل ما يحكي بكيفه هسه كملنا الباذنجان اوكي ليش قاعد اسوي شيء اريد اسويها شلون المقلوبه طلعت يعني يكبسون كلتهم يسوونها ايه. عمود بنقصها تصير شغله حلوه هسه هنا لازم اخر شيء تكون الطماطم اي نعم لاحظت ترى ملح ما خلينا مع الـ حتى من قلينا ومن سوينا لان راح نسوي الصلصه مالتها كامل التوابل مالتها يعني اخر شيء راح احط معها صلصه صلصه نسوي لها صلصه يعني يكون احسن لان صلصه راح تخلي فوقها ويندمج كلها مع ايه. بس الصلصه لازم تتفور يعني كامله لان هذا هو تقريبا نص استوى يعني مجرد بس ما نخليها بالفرن راح نشويها بالفرن يصير استواء كامل ايه استوى كامل بيتش اكل بعض شو يسوون؟ سلك يعني هذا كله يخبطه تصير مكعبات وحتى يعني جوز يسموه غير اسم يصيحوا لها مرقه باذنجان لان البيتن... لا هاي التبسي ايه هذيك اللوخ ما يسووها بالمي يعني سلك نفس الطعام نفس البهارات نفس الكمية كلها طبعا. بس يسموها مرقة باذنجان حلو يا الله مديت يديك صلاة على محمد يلا نحتاج لنا طماطاية تخلي ايه عمود نطيب الطماطة راح نغطيها بشغلة ثانية يعني بالاخير ورا الشوي عمود تكمل قبل ما اطلعها من الفرن راح ارش عليها المعدنوس اه بقدونس يعني يكون اخر شيء ينطي شكل حتى الطعم طعم بها تمام هسه صارت عندنا جاهزه راح نبلش نسوي الصلصه مالتها عم نكملها نصعدها على الفرن الصلصه مالتها راح نحتاج معجون والكاري والباربيكو وشويه فلفل اسود تمام لكن حضرون المواد وهاي الامور ناخذ فاصل ونرجع لكم اوكي تمام مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير هسه يمكن راح نكمل الصلصه مال طبقنا الرئيسي اي نعم تمام ايش راح نحتاج هسه؟ راح نحتاج صعدنا الزيت اوكي حار هذا بس اشبك بعد لنا معجون يعني بس مجرد نخلي اول شيء زيت وبعدها المعجون ايه شيء من عندك تدري شنو؟ هذا المي مال الدجاج ايه راح نسوي به الصلصه وراح نسوي به تمن ابيض بس بطريقه بصراويه ها يعني هذه الطريقه ايه المعتاد عليها نعم نريد نغير شويه الطريقه بصراويه تمام حلوه طريقه طعم كلش طيب يعني ايش الاختلاف بيناته الاختلاف البي راح يصير كميه بصل اكثر وراح يصير يدخل بيه لون بصل
البصله. بس راح تقولي انه البصله مثل سموه عمود هذا تمن، لا ما له شغل مع بعض. يعرف ايش راح اسال فتظل يعرفه. لين حتخليني حتساليني سؤال راح تقولي هل يعني هذا انه البصله سموه عمود هذا تمن؟ لا ما له علاقه. يعني مالي انه خلوا بينه البصله صار تمن فتره. لا لا. اي بس هم البصل يحبون هاي التمه. ياكلون ويا السمك ويا يعني كثريته يخلون بها انه بصله التمه. نعم. وكله قديمه ها مو يعني مال معروفه يعني هسه معروفه. اي نعم هسه اخواتنا من البصل ما حيشوفوها حيعرفون ان شاء الله. يعني كبدايه لازم المعجون ينقلي شويه. ايه وبعدين عمود من ياخذ يعني لا يظل معقد يبين طعمه انه ايه؟ معجون منقلي. نعم انا اقدر اروح طعمه هنا. اه اول بدك كان خليه ويا بصل بس انا اختصرت الموضوع لان عندي بصل هناك. هو يعني عادي ينضاف له بصل. ايه مع المعجون يتخلل او قبل المعجون؟ قبل المعجون. قبل المعجون. يعني شو هو بعد شو وقت راح يتقلى مثلا؟ يعني يجوز ما ينقل كثير. ما ينقل كثير؟ يلا. هسه راح نحتاج المي. تمام هذا المي مال الجناح اللي كنا سلقناه له. اوكي. ايش راح نضيف له؟ تفضل. لا هاي خاشوق احسن. هذا الكاري. كاري؟ ايه ملح. فلفل اسود. كاري ملح وفلفل اسود. ايه يعني هي لازم تكون الصلصه مالتها تخيني لو لا لين 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 راح يصير عندي راح تخبي الفرن وهم يدخل المعجون. آه. عندك البوتيتا تسخن الطماطه فاحنا نسوي شويه لين. يعني لازم يحسبون حساب انه الخضروات اللي الخضروات تسخنها. زين هسه شلون راح نعرف مالحه فاضي؟ ما نعرف عادي هاي دائما تصير برمضان. هسه كملت عندنا. اضافه يعني حتى لو صارت عندك تخينه شو تسوين؟ خليها مي فوقها عادي. شويه تحترقين. بالاطراف يكون مو بسرعه يعني مثل ما قلت اذا شعوها ثخينه تكون فوقها تحلون بس يكون تخليها مو بسرعه عمودات تحرك الطبقات. هسه كل الخضروات اللي خليناها راح يصير بها الملح وهال كلها كان. اوكي شوفي هسه بقى عندنا هذا المعجون فش نسوي اليوم نضيف له مي. نضيف همين يعني ايه لان هي الصلصه صارت شويه ثخينه. يعني راح يطلع شكلها من فوق المعجون والطماطه كلها شكلها مشويين. ايه بعد ضف فوقها معدنوس. عن جوع من هسه. راح تفطرين يلا. هسه عاد خلي له المعدنوس. معدنوس لا ما يسوي ورا ما اكمل الشوي مالتها. راح اشغل بس الجو لان فوق ما درجة الحرارة وافقد الوقت. درجة الحرارة مالته 300. والفوق طافي. بس وقت عم ياخذ. ايش بدي اخلي المعدنوس يعني خلي 10 دقائق على الجو. بعدين نخلي المعدنوس نشغل ورا 10 دقائق يخلون المعدنوس ورا 10 دقائق خلي المعدنوس ونشغل اللي فوق.
تمام عمودي بتشوي من فوق خليها بالفرن. اوكي يلا مشاهدي الكرام فاصل قصير ولا تعين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. طبعا خلينا طبقنا الرئيسي داخل الفرن هسه عشان نكمل راح نكمل تمن ناكل تمن. تمام خليت اول شيء خلينا زيت اوكي طيب بصلحنا يمك سكينه مرة ما طلعت الكاس. هاي مال باربي. تمام يعني عادي اول شيء بالبدايه نفس الطريقه العاديه انه ينقل البصل. اعطيني تعطيني هيل راح نحتاج هيل. اي كاف كيف جتي شو ايش قد تحبين هيل؟ يلا. المخرج المخرج البهارات زايد تبين هيل كيف راح تخليه مشكل يعني معاها حسي بس شويه ما اها الشعريه بصل على شكل صفار بعدين نضاف البصل اها نضاف البصل باقي الاسئله يلا ليش نضيف البصل ايه والهيل كله سوا ايه سوي هاي طريقة جديدة. اها. يعني مو قلت لك كانت طريقة بصراوية. يعني شوي شوي اتعلمها، هاي مال بصل شعرية. يعني تعود تعطيني القديمة عمودية هسه صارت هاي جديدة؟ اي هذا. يا الله. شوفي قلب البصل. تمام. المي الدجاج مالنا. الماء المجيج نطيق استفادينا من عنده بالتفسير اللي خلينا مع الصلصه مالته نطيق نستفاد منه بالسمن اللي خلينا له. ملح ما يحتاج لي خلينا ملح للدجاج للجناح اللي خليناه نعم هسه بس يفور المي عمود ندير التمن ومثل ما عود عشان قلت لك انا بلاص بقلاص التمن بلاص تمن بلاص مي اي نوع تمن اي نوع بصل ما خليناه كثير يستوي يعني تمام قد حسبين طعم شوفي بس اللي شويه فور عمود لانه البصل تذب الطعم مالته ليش تذب الطعم مالته طيب شوفي طلع طعمه تقريبا نفس التشريب هاك الشيء لين بينه البصل نعم نعم عن الطعم بينه من هسه قبل ما نفطر التمن اكيد مغسول وغسل التمن يعني مي دافي عادي مو الا مي حار وتنقع ما اعرف ايش لا مي دافي ينغسل كل التمن ها مو الا هاي الطريقه كل انواع التمن كل انواع التمن
نخسح من قلبه راح هسه بس بقعة معيشة في المي منهدرة حابين تاخذين فاصل طبعا يكمل الطبق كله كامل شوي يستوي اوكي تمام ناخذ فاصل قصير ونرجع ان شاء الله تمام مشاهدي الكرام فاصل قصير وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل طبعا اطباقنا حاليا جهزت اي نعم نبدا نقدم الشيء طلعناها بس سلفناها احنا طلعناها اوكي هذا الطبق معنا تعلينه قوالبتين اها ناقصة عندنا مشكلة بالاجناء اه اسفل تمام راح نرجع كمان كمل اي كمل ها عجبتها شريحة لا اي والله ريحة التوابل على الفحفح من البصرة هون ريحة التوابل هون ريحة من البصرة يعني الشيء مشكل صاغر راح نضيف لنا نقدر نشيل الجناح خليها معاها لو مع التمن مع التمن اوكي يعني كشكل يطيقون يخلوها. اها. كذا الطبق مالنا اليوم. تمام. بعد ما مركزه انا على ما بسحب. تعبناكم معنا اليوم شيف، اخيرا ذكر المقادير اللي خليناها داخل هذه الاطباق. اللي خليناها كان كيلو اجنحه والطماطه والفلفل والبصل والثوم. بطاطا وباذنجان. والبتيتا والباذنجان، البهارات كان نحتاجنا بس الكاري والبابيكا. تمام والتمن عادي الطريقه العادي بس مجرد خلينا له انه بصله والبصل والهيل تمام اعشت لك شيف عزيزتي مبين عليهم كلش طيبين الصيام أيوة مقبول ان شاء الله شكرا مشاهدينا الكرام الى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم وبرنامج تنور الحدباء انتظرنا في حلقات قادمه شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء